بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده أستعين، درس الآن الأدب. ما الأدب؟ يقال في تعريف الأدب فن اللغة، وكأن الكاتب أو الشاعر ولنسميه الناس الذي يكتب القصيدة والذي يكتب القصة والمقالة والخاطرة إلى آخره يستخدم اللغة استعمالا خاصا. فالأدب بعامة قطعة إنشائية يظهر فيها صوت اللغة، وهذه اللغة تأسر المتلقي من أجل أن تكون هناك مشاركة وجدانية بحسب نظرية العدوى الفنية في علم النفس. نحن لا نريد هنا أن نتعرف على مدلول كلمة الأدب في العصر الجاهلي، الدعوة إلى المأدبة إلى الطعام، وفي عصر صدر الإسلام قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، إلى آخرها حتى الوقت الحاضر في العصر الحديث. ولكننا نشير إلى أن هذا الفن اللغوي يقسم إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين: الشعر والنثر. ما الشعر؟ يعني هناك ماهية للشعر، ماهية الشعر يعني كيف نعرف الشعر؟ ويبدو أن القول بأنه الكلام المقفل منبعث عن العاطفة عفى عليه الزمن، ولكن تجديدنا لهذا التعريف يستند إلى زمن معين، يستند إلى تاريخ. يقول ابن رشد، أو يقول الفلاسفة المسلمون ابن رشد وابن سينا والفارابي، أن الشعر استعمال اللغة استعمالا خاصا زائد الوزن. الاستعمال الخاص للغة زائدا الوزن. تعريف يعني مستند إلى قوة وفاعلية. ما معنى استخدام اللغة استخداما مجازيا؟ استخدام اللغة استخدام خاص، يعني هل هناك لغة خاصة للشعر؟ كل ألفاظ اللغة العربية صالحة لأن تكون في قصيدة، والذي يبين فن اللغة أو لغة داخل اللغة كما يسميها بول فاليري، السياق، وهذه نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني العظيم. ليست هناك لفظة خسيسة كما يقول، ولا لفظة باهية إلا من خلال السياق. فإذا استعمال اللغة استعمال خاص، هذا الاستعمال الخاص يقف في مقدمتها المجاز، الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري كما يقول عنها العقاد. هناك ناقد أمريكي في كتابه مبادئ النقد الأدبي ريتشارد يسموه، يعني يقول ليس باستطاعة
الفنان أو الشاعر أن يرسم منظرا طبيعيا أو وجها إنسانيا بدون المجاز. كولرج يقول الشعر بدون المجاز يصبح كتلة باردة منتهي من عندها. شنو يعني استعمال خاص للغة؟ يعني يكون الشاعر مخترع لغة. ما معنى مخترع لغة؟ مخترع لغة يعني هو يأتي بلغة يابانية وصينية وإنجليزية وعربية ويخلطها بالخلاط مال الشاعر، عين الشاعر الداخلية. لا، وإنما تكون اللفظة أو التركيب دائما ابتداء، كما يقول أدونيس في كتابه زمن الشعر. حد من حدود الشعر الوزن. الوزن ليس من أجل الوزن، وإلا أكو كلام 5 أسطر نثر أفضل بكثير من 50 ديوان شعر يكتب بصيرة تقريرية وسطحية وخطابية. الفلاسفة المسلمون يؤكد ابن سينا أن الوزن يفترض أن يكون وسيلة من وسائل التخييل. ما التخييل؟ ما الخيال؟ هذه مسألة يطول الحديث فيها، ولكنني أختصر فأقول الخيال مصدر الصورة الشعرية، استعمال اللغة استعمالا مجازيا، لأن الخيال مصدر الصورة الشعرية. ما الصورة الشعرية؟ تشكيل لغوي يشترك في تشكيلها الفنون البلاغية، وتشترك فيها أيضا استعمال اللغة استعمالا حقيقيا، ولكنها تدل على خيال خصب. ما الوزن؟ الوزن يفترض أن يكون، يقول الفلاسفة المسلمون، يفترض أن يكون مثله مثل الاستعارة والتشبيه. يعني ليس فقط الوزن ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحة ومثل كان مستفعل من بحر الرجز، ولكنه يصدق مع الشعر التعليمي كما سنرى. إذن الوزن كما أسميه الاختيار المشروط. ما معنى الاختيار المشروط؟ يجب أن يوحد القصيدة ويلم القصيدة ويجمع القصيدة، وإلا الكلام يصبح سائبا. الوزن ينبه، له صفة بيولوجية للتفريج، ولذلك العامل حينما يشتغل يمكن يغني أغاني حتى تزداد الهمة ويزداد النشاط. لا، وكان لنا بنت عم نمنعها فعول كالجنى البكر كالكرم قبل القطاف، يدللها الناس بالنظر الهمسي والأمنيات الصغار الخوافي، وتدعو لها نسوة الحي زوجا فتغضي على أكحل الطرف صافي. فعول فعول فعول. أربعاء يقول الحبيب تصومين لي وفي جمعة الموت لا تفرحي حبيبة قلبي، ففيها على ملأ من ضحى كان صلبي، وألبسني جندهم أرجوانا وخلا سقيت ومرا مزج لاحظ ومن ماء قلبي اغتسلت. شوف الاستعارات، شوف المجازات العظيمة. هذا هو الشعر. شنو قانون العدوى الفنية؟ تصبح تجارب المتلقي مثل من؟ كتجارب الشاعر الذي كتب لنا القصيدة من خلال تجربة شعرية معينة، أو تمثل تجربة أو وعي تجربة كما يسميها النقد الحديث. فإذا استعمال اللغة استعمال الخاص زائدا الوزن، حد كبير الوزن من حدود القصيدة، ولا يمكن أن يسمى الشعر دون أن يكون هناك وزن. وإذا شئتم سنأتي على قصيدة النثر إن شاء الله. قصيدة النثر ومضة صغيرة وتنوير صغير، صورة ناقص وزن، في حين القصيدة الشعر حدها استعمال اللغة الخاص زائد الوزن، هناك ناقص الوزن. ما علينا الآن. إذن ماهية الشعر؟ هو في هذا الاستعمال للغة، هو
هو فن اللغة الشعر مثل الأدب أو لغة داخل اللغة. يعني أن اللغة القياسية ستاندرد لانجويج تتراجع إلى الخلف في الشعر وفي النثر الفني أيضا، لأننا نريد للغة الشعر أو للنثر الفني الإبداعي أن يكون أو أن تكون اللغة فيه إيحائية جمالية انفعالية، وهذا هو المطلوب من الشعر. فإذا هذا هو الشعر قوي من العصر الجاهلي وحتى مرورا بعصر صدر الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي والعصور المتأخرة وما سميت قديما بالفترة المظلمة إلى وقتنا الحاضر. هذا هو الشعر في حدوده التكوينية، وإلا لا يسمى شعرا. ما علينا الآن بقصيدة النثر، هم قصيدة وهم نثر، نتركها جانب. تظهر صورة أنا الشاعر متعملقة دائما وأبدا. كل الشعر العربي من العصر الجاهلي حتى الوقت الحاضر نسميه شعرا غنائيا. إذن ما أقسام الشعر في نظرية الأدب؟ الأجناس الأدبية. الشعر يقسم إلى أنواع: الغنائي. شنو الغنائي يعني؟ يعني شعر يظهر شخصيته بارزة تماما. كل شعرك العربي الآن يسمى شعرا غنائيا، حتى الملحمة التي قيل فيها أن أبا تمام في فتح عاموري السيف وأصدق وأنباء من الكتب يسموها ملحمة، هي ليست بملحمة، صوت الشاعر واضح. تظهر أنا الشاعر متعمقة وليست متقزمة للقزم إطلاقا. شعر ذاتي، شعر غنائي، شعر وجداني، فيه حزن وفيه فرح. يعني من شعر الغنائي: قفا نبكي، امرؤ القيس عصر جاهلي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفله. لاحظ مستوحش ابن ملك، بس مستوحش، يستوحش. قيل يخاطب صاحبيه وقيل يخاطب فرسه أو ناقته، المهم مستوحش، فيريد من يشاركه هذه الوحشة ليسترد، لكي تكون ترد الوحشة إلى عقابه. هذا هو الشعر الغنائي منذ العصر الجاهلي، بالفخر، بالرثاء، بالمدح. ها، يقال أن جرير ابن فقير، هل هو إلهام الشعر؟ هذا هم يدخلنا بقضايا طويلة عريضة، إلهام أم تحصيل مكتسب. هوراس في كتابه أو في قصيدته فن الشعر يقول: الموهبة زائد التحصيل المكتسب. ما أقرأ أنا من شعر في العصور المختلفة أقوي موهبتي. ما الموهبة؟ ما الملكة؟ هذه مشكلة. الآن بالدراسات الحديثة يسمى الحدس حاء دال ساكنة سين. يعني ما الحدس في الدراسات الحديثة؟ يقال أن تأتي صور فجائية على مخيلة الشاعر فيكتبها بدون صعوبة، فتتولد ليه بذرة قصيدة أو قصيدة كاملة. وقد يتأبى على الشاعر كما يقول فرزدق: وأحيانا قلع ضرس أهون علي من كتابة بيت شعر. جرير كان يتأبى عليه بيت من
من الشعر. صاعد نازل يخرج ويدخل إلى أن قال: وجدته لا سب ولا شتم، وقد كان يتهاجى مع شاعر اسمه الراعي النميري. قال له: فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب. ما سب ولا شتم بالهجاء. فقالت العرب: هذا أهجى بيت. قالته العرب: شوف دور عليه، موهبة زائد تحصيل مكتسب. هذه الموهبة فجرت ينابيع اللغة فوجد مثل هذا الشعر. هذا هو الشعر، من شعر كما يقول المصريون: صاعد واكل، نازل واكل. بالشعر الحب، بشعر الرثاء، بشعر الهجاء، بشعر الوصف. طبعا بالمناسبة كل شعر وصف، لا نناقش هذه القضية، نحتاج إلى وقت كبير. إذن هذا هو الشعر الغنائي. لاحظ، تقول بثينة لجميل بثينة قصيدة، وأنتم تعلمون في العصر الأموي هذا ظهرت مدرسة الغزل العذري والغزل الحسي. جميل بثينة من الشعراء العذريين. شوف هم فعول العجيبة. تقول بثينة: لما رأت فعول فعول فعل، كبرت جميل وأودى الشباب. فقلت بثين: ألا فاقصري، أتنسين أيامنا باللواء وأيامنا بذوي الأجفر. هنا الشاعر أيضا استعمل اللغة استعمالا خاصا. وإذ ذمتي كجناح، هو يقول: وإذ ذمتي كجناح الغراب، ترجل بالمسك والعنبر، وأنت كلؤلؤة المرزبان، بماء شبابك لم تعصري. قريباني مربعنا واحد، لاحظ، فكيف كبرت ولم تكبري. هذا عتاب واخز، هذا شاعر غنائي بحت، استخدم لاستعمال اللغة استعمالا خاصا. لاحظ حتى: وإذ ذمتي كجناح الغراب، الغراب أسود. لا يريد جميل بثينة اللون الأسود على الإطلاق، لكنه يريد ذهب بمعنى ارتحل. هذه أرض وقع عليها غرابها، الارتحال بعيدا، وهي منطقة خصبة معناها كثيرة الحب واللقط. لم يتحدث عن الحب ولا عن الأسى والحزن، ولكنه يذهب علما إلى استعادة زمن ماض، أيام الشباب. وإذ ذمتي كجناح الغراب، وأنت كلؤلؤة المرزبان، قديم، فكيف كبرت ولم تكبري. شوف الغناء شو يسوي بالإنسان. شاعر آخر، شوف، على الرغم من تعملق الشاعر الغنائي، شخصيته عملاقة، صير أنا وأنا، هو يقول: أنا كالندي، قلت لكم هاي مرارا، أنا كالندي كلما لفحتني جمرة الحب فاح للناس. طيب، استخدام خاص للغة. نعم، التشبيه لا يوحد، لا يوحد التشبيه، بدليل وجود أداة التشبيه، فاصل. نعم، قد تقول هناك تشبيه بليغ دون ذكر أداة التشبيه أو وجه الشبه، ولكنه يحاول أن يقلل من حسية هذه والدلالة. الدلالة لا 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 رماد، وإنما هناك رائحة طيبة. أنا كالندي كلما لفحتني جمرة الحب فاح للناس. طيب، هذا هو الشعر الغنائي، هذا هو الشعر العربي. يختلف عمن؟ عن ماذا يختلف؟ عن الشعر الملحمي. ما الشعر الملحمي؟ قصة كبيرة. هذا التعليمي، ألصق الحقيقة بالشعر. وإحنا في تعريفنا كما عرفه الفلاسفة المسلمون قالوا؟ قالوا استعمال اللغة استعمالا خاصا، يعني المحاكاة، ولكن ليست المحاكاة التي في مفهوم
أرسطو يقصدون بها المجاز والاستعمال اللغة استعمالا خاصا. شوف هم غنائية بعض الحركات كلكم قرأ أكو فعل درامي اللي هو الشعر يستخدم الفعل الدرامي أحيانا أكبر من المجاز. وإحنا حينما نذكر كلمة مجاز قيل إن طارق بن زياد أحرق من؟ أحرق السفن. العدو أمامكم، البحر أمامكم، لا أمامكم العدو والبحر خلفكم، حرقها للسفن. فتقدم الجنود لفتح أيام الفتح. قيل إن قائدا إنجليزيا في الصحراء كب زمزميات الماء للجنود وقال لهم العدو لديه ماء. هيا هناك شوف الفعل هو مجاز الحقيقة بس صاحبه حركة درامية كبيرة جدا. الملحمة قصة تشترك في الحوادث خارقة، ويقال لاحظ يقال ان الشعر الملحمي شعر موضوعي. والله لو كان شعر لو كان شعرا موضوعيا لما استجدى هوميروس من ربات الشعر ان ينعمنا عليه بكتابة هذه الملحمة والشعر. موضوعي نعم يتحدث عن شغلات بس يحرك الشاعر الاحداث مو كلها صحيحة من خيال الشاعر. شلون يفكك هذا الشاعر الخيال؟ وسيلة من وسائل أودعها رب العالمين لدى الشاعر. هذا حديث أيضا كبير بمراكز مخية دماغية، الفصوص المخية للأدب والإبداع تختلف عن الفصوص المخية الدماغية للعلم. قيل شرح مخ أينشتاين فوجدوا ان بعض الفصوص المخيه متورمه. ليش متورمه؟ لان بها متعود على رياضه. شلون اصحاب الاجسام الان يتمرنون للعضلات وتكبر فهو متمرن للفيزياء والرياضيات وكبرا. هذا الشعر يقال ان الامه العرب شعر تكتب، هذا هم مغلوط الحقيقه. ولا كان ما ضربت بالدفوف النساء كما يخبرنا ابن رشيق في كتابه العمدة. تضرب بالدفوف وتقام الولائم إذا نبغ فيها شاعر، لأن الشاعر لسان القبيل أيام زمان في العصر الجاهلي كما سنرى. المسرحي أيضا نوع من أنواع الشعر، يقال أنه موضوعي أيضا بمعنى ليس وجدانيا ليس ذاتيا ليس غنائيا، وفيه مبالغة كبيرة أيضا. يعني الشاعر المسرحي أيضا يعني يكلم شخصيات في المسرحية، يعني ينقل ما في صدر هذا المؤلف أو الشاعر المسرحي إلى شخصياته، فتذهب الموضوعية بعض الشيء منحازة إلى الذاتية. أما الشعر التعليمي فهو يعني إذا ما أردنا أن نضع خطا أخضر أو أحمر تحت تعريفات الفلاسفة المسلمين فإننا نقول أن مثل هذا الشعر من الظلم أن يلحق بالشعر في الماهية فقط بالوظيفة. ينقل لنا كما فعل ابن مالك في تدرسون انتم شرح ابن عقيل بألفية ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النمر. شوف ينطيك مثل ايضا على الوزن من الرجز يسمى حمار الشعراء سنعرج عليه. يعني لا صورة، ماكو استعمال، ماكو استعمال مجازي في الشعر التعليمي، فقط ينتظمه الوزن. لماذا الوزن؟ شوف الوزن تحدث عنه الجاحظ من قديم، ينقل عن الرقاشي لما تؤثر السجع على المنثور فيقال أسرع للحفظ لأنه مسجوع.
تسعة على عشرة من الشعر وصلنا، في حين ضاع منه عشر وواحد من نص الجاحظ، واحد من عشرة وصلنا من النثر. لماذا؟ لأنه خال من الوزن النثر، ولذلك ضاعت خطب كثيرة وكتابات كثيرة ورسائل كثيرة. هذا هو الشعر، غنائي زائد ملحمي. قصيدة النثر الآن جنس أدبي جديد في العصر الحاضر، يعني يكتبه كثير من الشعراء الآن، سموها قصيدة نثر، لا علاقة لنا بها الآن. قصيدة النثر هم بس احنا في المصطلح بالتعليم الرسمي هذا موجود عندنا. ما النثر؟ أيضا يقسم إلى قسمين النثر. نثر فني، هذا إبداعي، ونثر وصفي. نثر وصفي النثر الفني الإبداعي، يعني النثر اللي أيضا نحن نشارك به، يعني يمد جسور المشاركة بين الناس، بين الكاتب وبين المتلقي. النثر الفني، القصة القصيرة خلينا نسميها، الرواية، المقالة، المقامة، الخاطرة، الرسائل الأدبية إلى آخره، مما تستثيرنا أو يستثير وجداننا وقلوبنا وليس عقلنا. شوف، هناك علاقة بين التأثرات الآن في الدراسات الحديثة، يعني لها علاقة القلب مع العقل. ولو قرأت كتاب صغير اسمه الحب بين القلب والدماغ، أكو علاقة بين القلب وبين العقل. إلى موطن الأسرار قلت لها قفي يا أبو نواس، يقول موطن الأسرار منه القلب عندنا، هو مو موطن أسرار الحقيقة، جهاز ضخ الدم لا أكثر ولا أقل، بس له علاقة في الدراسات التشريحية الحديثة. إذا ذني النثر الإبداع الفني هو ما يوجد علاقة أثيرية بين الكاتب وبين من يقرأ، المتلقي الإنسان. النثر الوصفي، تاريخ الأدب، النقد الأدبي والأدب المقارن، تأثر أدب معين لأمة بأمة أخرى نسميه الأدب المقارن. النقد الأدبي، الحكم على، طبعا الآن المناهج الحديثة ما تحكم جيدة وردي، وإنما تقوم بالتحليل. على كل حال، أسباب المنهج الفني يقوم على أساس البنية الفنية، يقوم الناقد بتحليل النص تحليلا جماليا. الآن نقد استجابة القارئ يسمى في العصر الحديث، يعني إنتاج ما أنتج من جديد، ما أنتجه الشاعر يقوم الناقد بإنتاج شيء جديد، فك الشفرات والمدلولات التي من خلال الصور الشعرية ومن خلال اللغة. تاريخ الأدب، يعني ظهور أجناس جديدة، قوة وضعوا في سجلها علم الحياة في حيوات الشعراء يتحدث، نسميه تاريخ أدب. إذن هذا هو الأدب اللي هو فن اللغة، يعني لا تخلو أمة من الأمم دون أن يكون هناك لها أدب مميز. وأمتنا أمة أدب، تلد الشعراء، تلد القصاصين، تلد المقاليين والمقامة
والرواية والقصة القصيرة، بل هناك قصة قصيرة جدا يعني 5 أسطر أو 6 هم يسموها المقصوصة، هناك خواطر أدبية يكتبها خاطرة تنتمي إلى من؟ إلى فن اللغة، بحيث نستجيب نحن لها أكثر من استجابتنا إلى من؟ للشعر التعليمي مثلا الذي هو يقوم على حفظ القواعد الأدبية والطبية والكيميائية إلى آخره. هذا هو الشعر، ولو استعرضنا الشعر بصورة خاصة من العصر الجاهلي إلى الآن، لاحظ القصيدة العربية الجاهلية كانت تضم أغراضا وموضوعات متعددة. ألم نقرأ لأم القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب، الوقوف على الأطلال، وصف الرحلة، وصف الحيوان، لاحظ تتذكرون مكرن مفرن مقبلن مدبرن معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه الماء، أمر القيس. وقلنا هذه قضية إيقاعية، مكرن مفرن مقبلن مدبرن معا، وهذا يدخلنا بإيراد ومصرف مع الدرجات التوقيعية، مو لكم اللي بس للمفهوم العام للأوزان، الدرجات التوقيعية للأوزان العربية في ضوء نظرية المستشرق الألماني فاير، يعني سواءً النظرية خروج عن مو خروج عن الموضوع إفادة وتنوير، حتى نتحدث عن مكرن كبين على مكرن وفرن، أوكي؟ ها؟ يقول المستشرق هذا أن يقوم الشعر العربي على أساس تراكم، لكن أثبت فاير أن هناك نبر أيضا، مثلا فعول متحرك، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن تراكم، كمي 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 زائد نبر، النبر أين يقع؟ على ما لكم شغل بها. شاهدنا أن فعول نقسمها فاير، الدرجة مالته حسب التوقيع، إذا كان الوتد المجموع أقوى أقوى درجة توقيعية هو في الوتد المجموع، متحرك راح تأخذوها بصف ثاني إن شاء الله، متحرك متحرك ساكن، يقول هذا صاعد في الدرجة الأولى، مثل مفاعيل، أين الوتد المجموع؟ متحرك متحرك ساكن، مفا أيضا صاعد للدرجة الأولى، لكن شو امرؤ القيس ما صعدها أنه مكرن مفرن مقبلن لوحة مكرن، سبورتنا صغيرة ما يخالف، مكرن لاحظ لازم نقراها بهذا الشكل. ينشد الشاعر، شوف كلمة أنشد عجيبة غريبة، أكثر من غنى، ويقال كان يغنى الشعر بس يعني ينشد الشعر أكبر من الغنى، مكرن مفرن، لاحظ لازم مفرن مقبل مدبر معا، لاحظ. وانتم تعلمون ان قصيدة امرأة القيس من البحر الطويل، شنو هو البحر الطويل؟ تاخذون ان شاء الله السنة القادمة تمهيد هذا لكم، فعول لاحظ، فعول مفاعيل، فعول مفاعل، لاحظ مكرن ما تعرفوها، مو راح تعرفوها، من يقول ما اجيكم اذا عدنا عمر ادرسكم، مفرن فعول لاحظ، مفرن وياي
ها؟ قولي على اي وزن؟ لا فعول مقبل لاحظ لا هو صحيح مفعل بس ما عندنا مفعل عندنا فاعل 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 البحر المتدارك يسموه هاي التفعيل لاحظ مدبر فاعل لاحظ مدبر فاعل معا فعل لاحظ سوى بينا هذا مو بحر طويل شو خربطها علينا من القيس شوف هذا يسموه بالتقطيع الصوتي قطعها حسب ما نتصور انه ينشد هكذا الشعر ويا ريت عندنا تسجيل قديما كان نعرف المتنبي شكون شلون كان ينشد واقفا تحت اخمصي قدر نفسي جنب يده واقفا تحت اخمصي قدر نفسي واقفا تحت اخمصي الانام ساحق على الدنيا المتنبي شايف نفسه عظيم اي محل التقي اي عظيم التقي عجيبه المتنبي يا ريت اقول كان عندنا تسجيل حتى نعرف المتنبي كيف كان ينشد الشعر السيار عندنا تسجيلات لنا في العصر الحديث ونحن لا نستطيع التطبيق على الشعر الحر بقدر ما نستطيع التطبيق عليه على الشعر العمودي الذي يتالف من الصدر والعجز فلاحظ فعول مش مطلوب من عندنا بالبحر الطويل فعول مكرر فعول مفر فعول لكن مو بحر طويل الشعر راد لنا نحتاج الى مفاعيل لاحظ مفرنمق مفرنمق ها مفاعيل لاحظ شو راد لنا الان بلين معا لا فعول مفاعيل مقبل ما غلط مكرر فعول مفر مق بلن مد بلن مد بلن مد فعول بلن مد يعني علون فا شو يساوي فعول علون فعل مفاعل شوف ايش سوى بها امرؤ القيس عصر جاهلي ما عنده آليات للمختبر الصوتي كان يعتمد على طبيعته اذا فايل شوي متوهم مستشرق ليس عيبا ان نناقش المستشرقين كان يعتمد على اليمن على التفعيلات لاحظ فسوانا تقطيع صوتي امرؤ القيس كمان يقولون بالعصر الحديث حافظ ابراهيم كان ينشد الشعر انشادا ممتازا شعر الشعر والتصفيق له في حين احمد شوقي تصفيقه قليل احمد شوقي اقوى شعريا وخيالا ممن من حافظ ابراهيم ذاك نازل لمستوى الشعر هذا شويه صاعد عنده خيال ولقد مررت على الرياض بربوة غناء كنت حيالها القاكي وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك أحمد شوقي بس حافظ إبراهيم حينما ينشر القصيدة في الصحيفة باردة جدا كأنها شعر تعليمي في حين أقوى منه منه أحمد شوقي حينما ينشر قصيدة فإذا الإنشاد له أهمية كبيرة هذا هو الأدب بصورة عامة أدبني ربي فأحسنت مرت بمدلولات كثيرة بالعصر الأموي صار تعليم وهناك مؤدب لأبناء الخلفاء بالعصر العباسي اتسعت رقعة البلاد العربية الإسلامية شملت الدنيا وما فيها دخل الثقافات ودخل بها حتى التاريخ والجغرافيا والفقه واللغة كلها صارت أدب بالعصر الحديث غير شكل يعني قلنا أن العصر الجاهلي كانت القصيدة فيه تقوم على أساس تنوع الأغراض ولكنها تنتمي إلى وزن واحد في عصر صدر الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات شنو يقولون ما لا يفعلون هذا بالدراسات الحديثة يسمى الصدق الفني بس رب العالمين نهى عنا في دولة تغيير عظيم وجذري بين الجاهلية والعصر الإسلامي العصر صدر الإسلام أي أمة مترحلة مرتحلة للماء والكلى بدوية في العصر الجاهلي تتقاتل فيما بينها وتسبي النساء والعصبية القبلية هي الطاغية في تلك الفترة حروب تستمر 40 سنة على لا شيء 40 سنة داحس والغبراء وبعد حرب البسوس سنين عمرو بن كلثوم شوف العصر الجاهلي باغي هو يقول بغاة على قبيلته ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ايش دعوة عليك شوف الإسلام ايش سوى بها لغاها كلها بدل العصبية القبلية أصبحت عصبية إسلامية تحرر فيها العقل بدلا من الأصنام والأوثان وعبادة الكواكب السيارة إله واحد لا شريك له الألوهية والإيمان بالرسل شوف على الأخلاق العظيمة لا تتناحر فتحوا البلدان المسلمون فتحوا البلدان وأقاموا فيها ومصروا الأمصار وبدأت مدنية عظيمة وهناك حقوق للإنسان لا فرق بين عربيين وأعجمين إلا بالتقوى إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لاحظوا بدأنا ظالمين وسنبدأ ظالمين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملاه سفينة ايش دعوة عليك على لا شيء رايح تتعصب قبيلتك أصبحت في العصر الإسلامي العصبية الإسلامية محمد العظيم صلى الله عليه وآله وسلم فعل فعله في الأمة فهو رجل من قريش ونزل القرآن العظيم بلغة قريش ب23 سنة فإذا يعني قصيدة العربية في العصر الجاهلي في العصر الأموي انفلت الشعر من قبضة الإسلام يقال أن الشعر في العصر الإسلامي كان قد ضعف طبعا يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تحديد أن الإسلام جاء بمبادئ جديدة يجب على الشاعر أن ينافع عن مبادئ الدين الإسلامي الجديد الرثاقة الغزل بالمرأة أعطاها كيان كامل للمرأة حقوق ما كانت ترث أورثها ما كانت تبيع وتشتري جعلها كالرجل تختار الذي تختاره وليس ملكا لوالدها أو مالكها وليس ثمة عبيد كل أحرار إذن ثورة عظيمة نهضت بها الإسلام قل الشعر بها نعم الهجاء مثلا قل دعوة إلى الطعن بالإنسان اللهم إلا هجاء المشركين فقيل إن الشعر ضعف لأن الخيال ما عاد يفيد الدعوة الإسلامية الجديدة وإنما بالمنافع عن الدعوة الإسلامية بشعر مهضوم يستطيع أن يتلقفه المسلم الجديد العربي وغير العربي في العصر الأموي انفلت الشعر من قبضة الإسلام شوف ماكو شورى بعد وأحزاب ظهرت ورجعت العصبية القبلية من جديد لكل قبيلة أصبح شاعر أصبح لكل حزب شاعر معين في العصر العباسي قلنا تنوعت الثقافات فأصبح أول ثورة في الشعر العربي ما يسمى الموشحات الأندلسية هذا الشاعر تعرفون القصيدة العربية التقليدية من عصر الجاهلي في وقتنا الحاضر أيضا تقوم على أساس الصدر
والعجوز والقافية الموحدة في العموم. الآن بالموشحات الأندلسية كسرت نظرية الوزن الواحد والقافية الواحدة، فبدأ الشاعر ينوع. فضلا عن ذلك فإنه في الخرجة يأتي بكلام عامي ما كان موجود في العصر الجاهلي ولا الإسلامي ولا الأموي. اتساع الثقافات بالفترة اللي نسميها المظلمة، هي ظلم وعدوان نسميها الفترة، أمهات القواميس ألفت في هذه الفترة. ولكن سقط العرب سياسيا في تلك الفترة بالاحتلال المغولي، فأصبح الشعر مصطنع، أصبح الشعر مصطنعا في تلك الفترة. قال في وفاة فلان، قال يصف مروحة يدوية، قال في مخدة شعر، قال في دجاجة، موضوعات تافهة وأساليب متكلفة تماما. أنا أذكر لكم غير المتكلف الآن، يعني عبد الغفار الأخر تعرفوه، دارسي بصف رابع ثانوي ثالث الأدب الحديث، قال لا أستبدل والدول الهند على أساس بي حبسة بلسانة، لا أستبدله كلي لبعضي، يعني هاي خلوها علي أحسن مما أموت يسوي العملية. شوف الاستخدام اللطيف الطبيعي وليس المزوقات اللفظية في هذه الفترة، العصور المتأخرة اللي تسميها العصور المتأخرة. له خادم اسمه فرج، يفترض بفرج الخادم أن يخدم من؟ عبد الغفار الأخرس الشاعر، ما يستطيع أن يؤدي الأعمال بيده، فسوال بيت شعر ما فيه اصطناع ولا محسنات لفظية متكلفة تزويقية. لا شو يقول؟ كل الأمور إذا ضاقت لها فرج، إلا أموري إذا ضاقت فمن فرجي. الله. ها؟ شنو فرج؟ فرج الأول، كل الأمور إذا ضاقت لها فرج عكس الشدة، إلا أموري إذا ضاقت فمين؟ من الخادم اسمه فرج. لاحظ هذا ما بي، ولذلك واحد منكم قال الله، لأنها طبيعية ليست فيها تكلم. هذه الفترة يعني من حيث الأساليب والمعاني هبطت إلى أعلى، ولذلك بعض النماذج موجودة سياسياً راح توصلونها إن شاء الله بالفترة المظلمة، يجوز عندكم مادة من المواد في المراحل. العصر الحديث غير شكل، يعني أيضاً أورثنا من المحسنات الكثير، يعني بدأت الأمة من جديد تقلب الثنايا والكتب، ورجعوا للعصر العباسي. محمود سامي البارودي في العصر الحديث كان ينظم على طريقة العصر الذهبي بالقصائد قصائده. العصر الجاهلي كأنك تقرأ إلى فارس من فرسان العصر الجاهلي، يعني ما قلد الذي قبله من محسنات لفظية ومعاني متدنية. لما هذه عرفتك بها على الشعر بصورة عامة، الآن اكو عندنا العصر الجاهلي نسميه، ما علاقة لفظة الجاهلي؟ لاحظ بعضهم يسميه فترة عصر ما قبل الإسلام يساوي العصر الجاهلي، وكأن لفظة الجاهلية عيب. الجاهلية ليست ضد العلم وإنما ضد الحلم، فتعني النزق والطيش والحمق. من منكم يحفظ الآيات الكريمات في لفظة الجاهلية؟ خليتها بس عليه. السلام يحفظ. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أتتخذنا هزوا؟ الجاهلية لا تعني ضد العلم، للجاهليين معارف عديدة بس بدائية في حساب الكواكب، في حساب هاي الأنواع الجوية، في الفراسة، في القيافة إلى آخرها من معلومات، يعني علوم بدائية. ف
فالجاهلية أطلاقا لا تعني أبدا ضد العلم وإنما ضد الحلم والجهل بمبادئ الدين الإسلامي الجديد. ما نشوفهم موقفوا موقف معادي من الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، مو هين على أمة بدوية صحراوية يعني متمسكة بالقبيلة، متمسكة بالكاهن والسادن، الكاهن هذا الذي يقرأ له طابع الفعل بكلام غامض تماما لا غير مفهوم على كما يفعل الآن السحرة والذين يعني يشوشون الفكر بكلمات غير معروفة. إذن هذا هو بدايتنا لموضوعنا في الأدب الآن، وسيشتمل برنامجكم على الأدب الجاهلي زائدا عصر صدر الإسلام. يعني أكون ممتنا حينما تراجعون هذه المادة، وسوف تأتيكم إما أن نملي عليكم أو تسجلون أو نجمع لكم مادة معينة لنتناقش ونتحاور تماما مع عصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام.